شارك سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام في اجتماع أصحاب المعالي وزراء الإعلام لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن، والذي عقد في قصر المؤتمرات بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وناقش الاجتماع تطوير الخطط الإعلامية لدعم الحكومة اليمنية الشرعية ومواجهة الإعلام الإيراني والحوثي الذي يزور الحقائق ويبرز الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي ضد الشعب اليمني، كما يهدف الاجتماع إلى تنظيم حملات إعلامية لكشف الحقائق للرأي العام العربي وتعريفه بالدعم الإيراني الفاضح لميليشيا الحوثي بالسلاح والصواريخ الباليستية. وقد ألقى سعادة وزير الشؤون الإعلامي كلمة خلال أعمال الاجتماع نقل في مستهلها إلى أصحاب المعالي الوزراء تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتمنيات جلالته للجميع كل التوفيق لتعزيز العمل الإعلامي المشترك. ويسرني أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه على حسن الضيافة وكرم الوفادة في سياق دعمها الدائم للقضايا العربية والإسلامية العادلة والمشروعة، مثمنين الجهود المشهودة لمعالي الأخ الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الإعلام السعودي على تنظيم هذا الاجتماع. أصحاب المعالي والسعادة، إن ما تشهده منطقتنا العربية من تحديات أمنية ومخاطر عسكرية تستهدف أمننا واستقرارنا وهويتنا ووحدتنا وسيادة بلادنا، إنما تفرض على جميع أجهزتنا الإعلامية مسؤوليات أخلاقية ومهنية وقومية كبرى باعتبارها سلاحا أساسيا وشريكا استراتيجيا مع قواتنا المسلحة في ميادين الجهاد والعز والشرف والبطولة، ذودا عن أمننا القومي المشترك في مواجهة التنظيمات الإرهابية المتطرفة والتدخلات الخارجية السافرة. ولقد كانت مملكة البحرين بكافة قطاعاتها العسكرية والإعلامية وبتوجيهات سامية من لدن صاحب الجلالة الملك المفدى حريصة دائما على الوقوف في صفا واحدا إلى جانب المملكة العربية السعودية ومساعيها الخيرة في بسط الأمن والسلام في المنطقة والعالم ومحاربة التطرف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله والتصدي للأخطار والتدخلات الخارجية. وجاءت مشاركتنا الفاعلة في التحالف لدعم الشرعية في الجمهورية اليمنية الشقيقة انطلاقا من ثوابتنا الدينية والقومية والإنسانية والتزاما بروح الأخوة الصادقة ونصرة الأشقاء، تلبية لطلب الحكومة اليمنية الشرعية وتفعيلا للمواثيق والمقررات الصادرة عن القمم العربية وآخرها قمة القدس في مدينة الظهران السعودية في مساندتها لجهود التحالف لدعم الشرعية في اليمن، مثمنين المشاريع والمساعدات الإغاثية والعلاجية والتنموية التي يقدمها مركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمؤسسة الخيرية الملكية البحرينية والمؤسسات الخليجية والعربية، داعين إلى وقفة موحدة وفاعلة في مواجهة إيران وأدرعها الإرهابية وسياستها التوسعية الطائفية البغيضة وأنشطتها الإرهابية التخريبية، كما نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وضع حد للتدخلات الإيرانية العدوانية في شؤوننا الداخلية